اهلا بحضراتكم مره تانية ونستكمل اخبارنا من اتحاد العاب القوى برئاسه سيف شاهين، واللي اعلن ان 28 فرد ما بين لاعبين واجهزه فنيه هيتم عمل مساحات كورونا ليهم بكره في مقر الاتحاد في مدينه نصر. الاتحاد كان اعلن انه مش هيعمل مساحات كورونا للاعبين بسبب الازمه الماليه اللي بيمر بيها، وفي النهايه تراجع حرصا على مصلحه اللعيبه. المسحه هتتعمل بكره في مقر الاتحاد بحضور حوالي 17 لاعب و11 فرد من الاجهزه الفنيه والاداريه، وبعدها هتنطلق التدريبات بشكل رسمي. منتخب ألعاب القوى بيستعد كمان للمشاركة في البطولات المؤهلة للأولمبيكس، ورغم أنه لسه قدامه وقت طويل بسبب أن الاتحاد الدولي كان خد قرار بتعليق البطولات المؤهلة لحد شهر ديسمبر بسبب جائحة كورونا. في أندية بدأت بالفعل تدريباتها واستعداداتها، ومنها النادي الأهلي واللي تواجد في معسكر في المركز الأولمبي في المعادي، وإحنا رحنا لهم هناك وكانت كاميرتنا موجودة عشان نتابع معسكر الفريق النادي الأهلي لألعاب القوى. خلونا نروح نشوف هذا التقرير ونعود مرة تانية. مش اقل من خمس شهور. يعني احنا يعني مينيموم بتاعي ثلاث شهور من خمس شهور، بس ثلاث شهور دي يعني لو في حتمية في نهاية الموسم، ان احنا حاليا في شهر سبعة، يعني ممكن يبقى البطولات في شهر 10-11، انما التوب فورم على مستويات المنتخبات خمس شهور او اكتر. انما بالنسبه للمحلي عشان احط اللاعب في مستوى بدايه مستوى من ثلاث لاربع شهور. النادي الاهلي احنا يعني للاسف بطولات الانديه سواء كانت عربيه او افريقيه مش موجوده في بطولات العاب القوى، انما منتخبات معظم لاعبي النادي الاهلي بيمثلوا 80% من قوى منتخب مصر لالعاب القوى. فبالتالي الارتباطات بتاعتنا على المستوى الدولي اللي هي بالظبط تجهيز المنتخب، كان في طبعا الاولمبياد اللي تم تاجيله للسنه الجايه، وبطوله البحر المتوسط برضو متوقع عليها ان شاء الله تبقى في شهر 7 السنه الجايه. فده الهدف والتارجت بتاع معظم لاعبينا والجهاز بتاعنا والمدربين. ان شاء الله ربنا يكرم بقى في تاهيل الاولمبياد، عندنا برضو حوالي خمس لاعبين ان شاء الله ربنا يكرمه ويتم تاهيلهم باذن الله. والله لا احنا عندنا الجهاز الطبي متواجد معانا باستمرار خارج الملعب، قاعدين هناك بقياس درجه حراره اللاعب قبل وعد التمرين. الاعراض والمظاهر يعني بيتم ملاحظتها وقياسها في هذه الحاله، يعني هم عندهم تعليمات مباشره يتواصلوا مع المدرب ومع اللاعب، الراجل ده يتم عزله او يقعد في البيت ويتم ابلاغ ولي امره. لو كان ناشئ لو درجه اولى بنبلغه ان انت في هذه الحاله مطالب ان انت اسبوعين، وبعد كده تجيب لنا نبتدي بقى نتابع التحاليل والحاجات بتاعته قبل ما ننزله الملعب تاني. انما الجهاز الطبي متواجد خارج الملعب بصفه يوميه من اول تمرين لاخر التمرين، وزي ما قلت لحضرتك بنشوف اللاعب اول قبل ما يبدا التدريب وبعد التدريب. كنت ساعات بعمل تمرين مع اخويا في البيت، وساعات كنا بننزل نجري في الشارع شويه، وساعات كنت بفضل يعني اكلم الكابتن اخد منه البرنامج بتاعي اشتغل شويه في البيت وكده. ده اللي اقدر اعمله يعني، ما فيش هتبقى اكتر، كان صعب قوي. انا اصلا قبل حوار الكورونا كان المفروض ان كان في بطوله الدرجه الاولى، كان المفروض ان احنا نجهز لها في شهر 7، بس طبعا الدنيا وقفت خالص، فلسه لحد دلوقتي مفيش اي حاجه حصلت. يعني احنا النهارده اول يوم ننزل فيه مفيش اي حاجه، يعني حتى الكابتن جاي عشان يخلينا نهزر شويه نلعب شويه، اللي هو طبعا مش اول ما ننزل جامد قوي هيبقى صعب. فهو لحد دلوقتي لسه مفيش اي قرار نزل في اي حاجه، بس لحد امتى مش عارفه. المفروض كان الموسم الجديد هيبدا في شهر 9، بس لحد دلوقتي لسه مفيش اي حاجه نزلت خالص ان احنا هنبدا امتى او هنعمل امتى. طبعا الحمد لله فرق كتير، يعني انا كان بقالي فتره كبيره، يعني انا الموسم ده الحمد لله ده اللي غيرني، وبدات ارجع واحده واحده تاني، وموضوع لا رجعت تاني لمكاني بمعنى الكلمه الحمد لله. يعني ازمه كورونا اللي عشناها والتوقف ده ساعدك وفادك اكتر؟ طبعا ساعدني، طبعا قويت رجلي، قويت الحاجات اللي كانت ناقصه ان هي تساعدني اكتر. ركبتي وخلفيتي دول اكتر حاجتين فعلا تعبني جدا، انا كمان عندي عرق نسا، فالموضوع كان مؤثر على ظهري كله، فالحمد لله يعني. اكيد طبعا ساعد.